ايه بتاعة المنهج الفترة اللي جاية ديت، لو حد فيكم لو حد فيكم عامل في حسابه يخش امتحان، انا عايزك تضاعف فيها الجهد، انا عايزك تضاعف فيها الجهد. هقول لك ليه، بس خليني الاول ايه اجيب السي اس او. وزعلان ليه طيب؟ فاكرين لما كنا بنحكي في اول المنهج واحنا صغيرين؟ فاكرين واحنا في شهر 10 كده ما ابتدينا الكورس ده وكنا بنحكي؟ قلنا ايه؟ قلنا ان احنا المنهج ده بتاعنا مكون من كام قسم؟ من 6، منهم 3 مترابطين ترابط وثيق ببعض. المانجيريال اكاونتنج، وده يعتبر يا جماعه الموتور بتاع الشهاده اصلا. يعتبر الايه؟ الموتور بتاع الشهاده. دي الحاجات الاساسيه اللي سيادتك اكبر فايده تاخدها من شهاده السي ام اي واقع في الثري سيكشنز دول. جميل؟ وبعد كده عندنا الفاينانشال اكاونتنج. لحظه كده. وبعد كده عندنا الفاينانشال اكاونتنج، وبعد كده عندنا التو سيكشنز اللي احنا هنشتغل عليهم الفتره الجايه ان شاء الله. انت النهارده اما بتحضر الحصص، انا بس عايز اديك ايه هنت كده، انت ما بتحضر الحصص هنا كده في الاجزاء بتاعت المحاسبه، سواء محاسبه ماليه او محاسبه اداريه، الاسئله عشان فيها جوانب كتير جدا عملي وجوانب كتير جدا داخله في شغلك. طبعا على بعضكم ممكن يكون ما فيش حاجه داخله في شغله ولا يشغل باله، بس على الاقل انت عندك سنس، انت عندك ايه سنس، وفيها حاجات عملي وفيها ارقام والدنيا ماشيه. الامتحان اما بتيجي تخش في الاميد ايست، اللي انت شايفه بعينيك مهم مش هم اللي شايفينه في الامتحان هيجي، فما فيش علاقه. يعني مثلا ممكن سيكشن البرفورمانس تلاقي مثلا في الفاريانس جاي لك سؤالين فاريانس، وسيادتك كان عندك كم في التارجت؟ 270 صح؟ مظبوط. تخش تلاقي في امتحانك 3 اسئله فاريانس مثلا، وعندك في حتة تانية اسئله حشو في حاجات انت اصلا ما اديتهاش اهميه، حاجات تانية، ودي مساله ريسكي جدا في شهاده السي ام اي. موضوع ده ريسكي، ولازم الشخص اللي بيهندله يبقى فاهم هو بيعمل ايه، وفاهم هو داخل على امتحان فلسفته عامله ايه. ماشي الحال؟ اللي طالبينه منك هو الاتي. انا ما ابعت اقول لكم يا جماعه عايزين نتفرج على فيديوهات الانترنال كنترول، ليه انا بفضل ازن؟ مع اني كنت ما بزنش قبل كده، اللي انت تقعد تتفرج صح؟ تمام. لان انا كنت بشرح حاجات انت عندك فيها ايه؟ عندك حاجات فيها سنس، مع حبه خبره على حبه مذاكره ربنا هيسترها وهتعدي. لكن احنا بنخش في الانترنال كنترول والتكنولوجي، انت بتبقى من غير اي ايه سنس، انت داخل كل حاجه بالنسبه لك في الغالب هتبقى بالنسبه لك غريبه، مش بقول صعبه، بس انت ما عندكش فيها باك جراوند وما عندكش فيها انسايتس في عقلك تخليك تعرف تاخد وتدي مع السؤال غير ما تبذل مجهود. ماشي الحل؟ الكونكلوجن ايه؟ ايه الكونكلوجن اللي نطلع بيه؟ نسمع الانترنت كنترول كذا مره. الله ينور عليك يا استاذ عبد العاطي، انت راجل قديم وفاهم. الناس طبعا
اللي ليها مده مع السيم ايه، معانا عبد العاطي ومعانا محمد وفهد اظن برضو بقاله كتير. الناس دي فاهمه قوي انا بقول ايه، والناس الجديده على السيم ايه بشكل عام يعني ممكن يكونوا ايه مستنيين يجربوا. انا عامه بقول لكم الايه جاي من المستقبل، وبقول لك خلي بالك السكشنز ديت تتفرج على الفيديو. احنا هننظم لكم الفيديوهات، يعني احنا هنشرح بس هننظم الفيديوهات على الدرايف. انا طلبت من عبد المولى الطلب ده دلوقتي عشان ايه اغلس عليه، وعايزك الحاجات دي تقعد تسمعها وتقراها، تسمعها وتقراها يعني لحد ما تبقى زي اسمك، لانها شلوت النجاح. لانها ايه؟ شلوت النجاح. شلوت النجاح، نسبه الخطا اللي سيادتك هتقع فيه هنا لو ذاكرت الطريقه زي ما انا بقول لك هتبقى بنسبه 10% 15%، ولا عايزينهم ولا ايه؟ ولا عايزينهم. انا مجمع في السلايدز اللي بعت لكم، انا بعت لكم السلايدز بتاعت ايه؟ بتاعت الانترنال كنترول كامله، وبعت لكم الهاند اوتس. الهاند اوتس اكستريملي اجريسيف، اكستريملي ديتيلد، انا شايف ان انت ما تشغلش بالك بيها. الاسئله اللي جوه السلايدز اعتمد عليها. هتروح سيادتك تاخد قرارات اخرى على راحتك، بس انا بقول لك الاسئله اللي جوه السلايدز ايه؟ يلا اعتمد عليها. اعتمد عليها. وثبت الكونسبت كويس جدا. عايز تاخد اي قرارات اخرى مع نفسك لابد ان انت تتحمل عواقبها. بس كلام؟ واضح كده؟ تمام. طيب احنا الفتره الجايه انت مش هتستحمل تذاكر نظري طول الاسبوع. انت مش هتستحمل تذاكر نظري ايه؟ يعني انا هقول لك اقعد اسمع في الانترنال كنترول مره واثنين وثلاثه واربعه. بس انت مش هتقدر يعني تخلي الاسبوع كله سماع نظري، ميك سنس؟ تمام. تبتدي ترجع على الحاجات اللي انت كنت حاسس ان انت كنت معلم عليها. ما انا النهارده لو كنت بدرس سي ام ايه؟ انا كنت هعمل شيت اكسل زي اللي كانت مع الجدول بتاع رمضان، فيها السكشنز وفيها التوبكس، واحط كومنت لنفسي قدام كل توبك عشان ابقى عارف راسي من رجلي. ابقى قاعد بس كده قاعد على مركب لحد ما توتر. مستر لو سمحت، في صوت خروشه او حاجه، حد فاتح المايك في صوت خروشه. ممكن يبقى حد قاعد جنب بحر بس. انت لازم تبقى عامل شيت اكسل، عامل اي طريقه تراكنج يعني اكسل بتنجان لنفسك، تعرف راسك من رجليك، تعرف انت محتاج ترجع على ايه كاولويات، تنظم نفسك. الدنيا ضاقت بيك قوي ومش عارف تنظم نفسك، تعال قول لي انا مش عارف انظم نفسي. لكن انت دلوقتي خلاص عندك كوميتمنت رميته في كورس وقت ومجهود. الوقت والمجهود اللي انت بتقضيه في السي ام اي لا يقارن باي تكلفه انت بتصرفها، سواء بقى كورس سواء سي ام اي. الجهد اللي بيبذل جهد رهيب. فسيادتك لازم دلوقتي، احنا في مرحله ريسكي، احنا عندنا سيكشنز كتير في المنهج محتاجه تتلم، وداخلين على سيكشنز بيورلي نظري. فانا ما ينفعش اللي انا بقى قاعد مستني الحاجات اللي فاتت دي. طب انا هعمل فيها ايه؟ لا تعمل فيها ايه؟ ارجع افتح الاسئله وامسك مع الانترنال كنترول الاجزاء العملي، بحيث ان انت تدخل الاسبوع بتاعك عملي في نظري، فالاسبوع يبقى جميل. ولو انت كنت بتذاكر 3 ساعات خليهم 6 ساعات. مده معينه ضاعفها، ضاعف مجهودك الفتره الجايه عشان تعرف تلم السايكل. السايكل بتحتاج تلمها اكتر من مره. مفيش حاجه اسمها انا ذاكرت، انا بلاقي واحد يقول لي انا عايز اخش الامتحان، اقول له انت حليت الاسئله؟ يقول لي مش كلها. حليتها كم مره؟ لا حليتها مره. انا حليت الحاجات اللي كنت بحلها مع حضرتك في السيشن. لا الكلام ده احنا مش داخلين امتحان عربي في ابتدائي. انت داخل امتحان اللي بيألفوه لقمه عيشهم من تأليف الاسئله. فاحنا لازم يا جماعه ناخد الموضوع سيريسلي. لازم نذاكر بقوه جدا. انا بتكلم عن الناس اللي فعلا عامله في حسابها تبقى سيرتيفايد. جميل؟ بحيث ان انت تستفيد من وقتك، لاني حرام انت بذلت مجهود وحضرت حصص كتير وانهكت. فلو انت في الاخر ما خدت الثمره يبقى حرام عليك نفسك. سبل التيسير موجوده على جوجل درايف من سنين النفس اللي تذاكر.
عندك على جوجل درايف حاجات لو انت استفدت منها تبقى دكتور. انت بقى ضاقت بيك الدنيا مش عارف تنظم نفسك، قول انا مش عارف انظم نفسي، ممكن احاول افضي ساعه في الاسبوع كده نقعد مع بعض ننظم نفسنا، بس احنا هنقعد ننظم نفسنا وانت مش هاجي اقول لك بقى قوم ذاكر، صح ولا لا؟ صح يا مستر، بعد اذن حضرتك ممكن اتكلم. كان هو حضرتك كويس، ربنا يبارك لك، اتكلمت في الوقت المناسب في النقطه دي، ان احنا كنا فعلا قبل رمضان كان الواحد ماشي بريتم معين، بعد كده جه رمضان والدنيا باظت شويه في المواعيد. فزي ما حضرتك قلت، ايه الوقت المناسب ان الواحد يقدر بيه كم وقت مذاكره يقدر بيه يعني ان هو يعدي الشهاده دي كوقت وكنقطه تانيه ان هو ما يضيعش وقته في المذاكره دي في حاجات ممكن ما تكونش مهمه، يعني نركز في الاسئله بس. الاسئله يا محمد اللي في ايديك متصفيه، يعني متصفيه، يعني المهم قايل لك عليه مهم، واللي مش مهم قايل لك عليه مش مهم. انا بقول لك اهو، اي سؤال من الاسئله اللي انا قلت عليها كومنت ان سؤال متخلف وسؤال اكستريم شيله من حياتك. واحد يقول لي بس انا حاسس جوايا ان انا لو ما هضمتوش اخش اسقط، ملوش علاقه، ملوش علاقه. تمام، انت ما تضيعش وقتك، فوكس على المهم، فوكس على المهم. واحد يقول لي اعرف المهم ازاي؟ من الفيديوهات، مش انت بتتفرج على الفيديوهات؟ انا ايوه كنت دايما اقول لك دي زي اسمك، دي زي اسمك، صح؟ الخلاصه المنهج طويل جدا، فانا مش هينفع اقول لك المهم في المنهج واحد واثنين ثلاثه، المنهج طويل جدا، فانا في كل حته فيه بقعد اقول الكومنت المناسب لي. والوقت يا مستر المناسب في اليوم، انا لو الوقت. مكانك هذاكر كل الوقت المتاح، انا لو مكانك كل وقتي انا مش هعمل غير حاجتين بس في حياتي، هشتغل عشان اجيب فلوس وهذاكر بس. بس تمام، ما عندكش حاجه تانية اصلا تتعمل. واحد يقول لي اذاكر كام ساعه؟ المذاكره دي اصلا ما بتخلص، ما بتخلص المذاكره ما بتخلصش. ولو انت افتكرت ان في حد هيقدر يسيطر على كل حاجه ده بيحلم. احنا هننجح من غير كل ده ان شاء الله، الريزنبل اشورنس ان شاء الله، فاهمين قصدي؟ لكن واحد بقى يقعد يحفر في حاجات ملهاش لازمه، يقعد يضيع وقته في حاجات ملهاش لازمه، انت كده بتضيع مجهودك، المنهج طويل جدا. ابتدينا البارت، بعض الناس بيبقى عندها الحماسه بتاعت البارت في الاول وعايز يعمل دكتوراه في كل حته، بس بعد كده لما المنهج ابتدى يكبر عارف ان هو مش عارف ايه يلمه. فانا بديكوا نصيحه في توقيت خطير، لو حد صح. فعلا عايز يبقى سيرتيفايد الفتره الجايه ديت، موت نفسك، ذاكر لحد يعني جيب اخرك. انت كنت عامل في حسابك هتخش انهي امتحان؟ عندك دلوقتي الويندوز المتاحه 9 و10، احنا عمالين نهري من شهر 10 تخش ويندو 9 و10، ميك سنس جدا. فكل واحد يجهز نفسه، اللي عايز يحجز الاي ام اي بقى، اللي عايز يحجز امتحان يبتدي يشتغل. ما ينفعش تقعد نفسك كده، يجي حد يصحيك. انا الانترنال كنترول والتكنولوجي عشان بس عارفين، انا ممكن اخلصهم في 3 4 مرات معاك، بس انا ببقى مهدي الريتم على اساس ان انت ترجع تاخد تشم نفسك، فاهمين؟ لكن انا ممكن اخلص من الفيديوهات موجوده، ممكن اقول لك خش اخلصها لو انت عايز تخلص بسرعه. القضيه مش كده، القضيه اللي انت لازم في الفتره دي تستغل الوقت، تكرس يومك. انا هذاكر النهارده انترنال، لان الانترنال مذاكرته هتبقى محدوده في السلايدز بس، مش هتروح بقى تفتح تارجت، مش هتروح تفتح بتنجان، هي محدوده في السلايدز بس، بس لازم تبقى زي اسمك، فاهمين؟ ماشي تمام ان شاء الله. مثلا هي مالهاش على جوجل درايف اسئله ولا اسئله محلوله؟ اه لا لسه، بس انا شايف ان الاسئله اللي محلوله في الفيديوهات مناسبه جدا، يعني اللي احنا نروح نفتح. اصل مشكله دلايم ايه؟ مشكله دلايم في الانترنال كنترول ان معظم الاسئله سي اي اي، اسئله مباشره، اسئله سي اي اي، اسئله شهاده السي اي اي. تمام، الاسئله بتبقى مباشره اكتر. لا، اسئله ملهاش علاقه، الاسئله بتاعت السي اي اي ملهاش علاقه، طلع سهمين بقى. اسئله السي اي اي سهله ملهاش علاقه، اسئله سي اي اي مرتبطه بالفيلد بتاع الاوديت ملهاش علاقه، فهم الاثنين ايه، سواء سهله او مش سهله ايه،
نرهم ان شاء الله. فاهم قصدي؟ فانا مجمع كل اسئله السي ام اي حاططها فين؟ سلايد. بس كده خلاص اسئله السي ام اي قد كده. واحد بيقول لي طب افرض انا نفسي اتدرب، لا ثبت الكونسبت. ماشي؟ تمام. عارف الناس بتحب تتعلم من خلال الاسئله، الاجزاء النظري مش كده يا جماعه. امتحان السي ام اي اصلا مش قايم على الفلسفه دي اصلا. فاهمين؟ طيب معلش يا دكتور التنظيم هنبتدي نعمل فيه ايه بقى؟ ان احنا ماشيين بالانتر كنترول نرجع مثلا من البادجت من الاول ونجيب ولا نبتدي نتفرج على خطتنا يا مازن كانت في رمضان ايه؟ احنا رجعنا البادجت. انا خلصت البادجت والحاجات دي صحيح. انا خلصت البادجت بس الكنترول لسه مثلا ما لحقتوش. كنترول قصدك البرفورمانس؟ والله قصدك كنترول ايه؟ كوست. عفوا يا دكتور. الدنيا كوستنج. خلاص يبقى تشتغل انترنال كنترول وكوستنج. تمام. فاهم قصدي؟ هتقول لي امشيها ازاي؟ مشيها بالاسئله على طول. مشيها بالاسئله على طول بالترتيب. وما تشغلش بالك بالترتيب اللي احنا حتى شرحنا بيه. اشتغل بالترتيب الدرايف. ممتاز. بس تمام. الكلام ده لازم يبقى عندك على اكسلايه وكاتب الستيتس بتاعك. لازم تبقى انت عامل تراكنج تول لنفسك. ليه؟ المنهج كبير جدا. في حاجات هتطلع منك. فاهمين قصدي؟ طب يا مستر سامح لو سمحت. بالنسبه للريسبونسبيلتي ديت وقع معايا خالص. ده هي دي نظري واللي احنا فيه ده نظري. احسن حاجه ليها على الاطلاق انا شرحتها حاجتين. في فيديوهات تفصيليه جدا وفي فيديوهات حل الاسئله. فيديوهات حل الاسئله دي انا شايفها تحفه. لاني اديته خلاصه قبل السؤال. اه الخلاصه قبل السؤال وهو الموضوع اصلا خلاصته في كلمتين. انت لو تشوف الفيديوهات دي يعني عبد المنعم هو اللي شافها. الفيديوهات دي عشان اعملها دخلت على هورنجرين وبلوشر ودخلت على مصادر جبت خلاصه الكلام. تمام. اشتغل عليها لو انت حاسس ان دي نقطه ضعف بالنسبه لك ابتدي فيها من دلوقتي. طب اشتغل معاها دي نظري مع النظر اللي احنا شغالين فيه بس نظري مختلف. النظر التاني تحس نظري كده اللي هو ايه مرتبط برضو بالبيزنس بتاعك وحسه. اه تمام. يعني عادي يعني ده شغاله مع اللي انا فيه ده عادي على اساس ديت انا شايف اكتر حاجه فيها نقطه ضعف هي ديت والفاريانس بس الفاريانس. اه لو اتفرجت على حل الاسئله المفروض تخرج دكتور. لا انا اقصد عشان في افكار كتيره قوي فهي دي النقطه بس ههندلها انا ان شاء الله. بس انا بتكلم يعني الجزء النظري اللي هو مع بتاع الريسبونسبيلتي اشغله مع اللي انا شغالين فيه ده عادي وما دخلش فيه شيء عملي. عارف ليه تشغله؟ ايوه عشان نفسيتك عشان الجانب النفسي بتاعك تقتله. تمام. بس انا نصيحه مني اتفضل حط التوبكس على اكسل شيت. اي واكتب كومنت جنب كل توبيك بعد ما تخلصه انا مشكلتي فين كذا 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 مشكلتك لو في مشكله عندك عشان بعد ما تخلص تبقى على درايه تامه انت فين موقعي ايه من الاعراب. تمام. لكن في ناس بتذاكر كده ماشي. انا صراحه عملت كده اصلا زي ما حضرتك قلت اللي هو ماشي كده دي. طب مستر ما نحط اللي على شيت اكسل التوبكس برضو هن نحط كل جزء معاه يعني مثلا توبيك معين يبقى الاسئله كبند والشرح كبند الفيديو والقرايه كبند ولا هو التوبيك انا بقول نحط الحاجات على شيت اكسل عشان تكتب الكومنت بتاعك الستاتس بتاعتك انت عملت ايه. أيوة. يعني مثلا الفيديوهات حل الاسئله نزل التوبكس كلها بال يعني الكوستنج جوب اوردر نورمال كوستنج بروسيس كوستنج التوبكس اللي موجوده في جوه الجوجل درايف. ايوه حطها على الاكسلايه قدامها عدد الاسئله حل الاسئله مع الفيديوهات اكتب الكومنت بتاعك واكتب مشكلتك. اكتب لو عندك مشكله اكتب مشكلتي انا في الحته دي كذا حسيت مشكله تكنيكال محتاج تسالني فيها اسالني الحته دي نعمل فيها ايه هقول لك كبر. لا لا ده هبل. لا لا دي مهمه جدا ازاي مش فاهمها. لا يبقى دي ترجع للفيديو الاصلي. انت لازم تبقى نفسك انت فين. لان معلش كنت متالق وحضرت حصص كنت نايم
وحصص ما جتهاش اصلا، فالمنهج بتنطور عندك اصلا. طب معلش يا مستر سامح، اخر حته بس سؤال عندنا، يعني دلوقتي بالنسبه للحاجات اللي احنا هنراجعوها ديت، هل ان انا اقعد اسمع تاني المحاضره الاساسيه اللي احنا زي المحاضره زي دي كده في كل توبك وبعد كده اخش احل الاسئله عليه؟ اصلا دي حاجات اكيد اتنست، هل اعمل كده؟ اصلا هتاخد وقت كتير قوي لو عملت الاسلوب ده. حسب ذاكرتي انا، جزء الريسبونسابيلتي اللي انت بتقول عندك فيه مشكله، على حسب ذاكرتي مع عبد المريم ممكن لو فاكر يقول اللي انا شرحت قبل ما احل ده. تقصد في كل سؤال يعني responsibility؟ نعم انا شرحت قبل ما احل مشروعك. لا لا خلاص سيبك من responsibility، انا بتكلم مثلا الكوستنج، اي شيء بقى، اي توبيك من الحاجات ديت لو انا عاوز اراجعها اسمع الفيديو الاصلي وبعد كده اخش احل. مثلا الفيديو الاصلي بياخد حوالي 3 4 ساعات في حد ذاته لوحده. لا اخش احل على طول. الدنيا مشيت معاك؟ ايوه الحمد لله. طيب. هتفتكر من حل الاسئله، يعني انت ما تخش في الابزوربشن مثلا والفاريبل، هتفتكر الابزوربشن، بندخل الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر والكابل اوفر هيد والفيكسد مانيفاكتشرنج اوفر هيد، والثانيه من غير الفيكسد مانيفاكتشرنج، فافتكرت فاشتغلت. تمام. الاي بي سي عملنا ميتنج 2 مليون، عملنا لهم بريك داون، هوب قصه درايفر بتنجان، هوب خلصنا. فهو كاسه. ايوه ايوه عطلت ارجع تاني للفيديو اصلا. الله ينور عليك. لكن طيب. انا في دماغي حل حاولت قدر الامكان اشرح فيها. لكن في توبكس لقيت ان انا مستحيل اشرح، لاني هضطر اشرح حصه. لا يبقى حرام بقى الحاجه اللي بس طبعا انا مش هقول كده عشان انت تقولي لي طب انت عاملها. الحاجه اللي انا ان شاء الله هتتعمل ودي من البريوريتيز عندي، ان انا هحط محاضره تبقى مرتبطه بالسكشن تحت الاسئله بتاعته. تمام. بس دي حاجه انا هعملها لسه شويه، بس هعملها بطريقه مختلفه، هعملها انا وعبد المنعم بس. هروح طالع قايل البروسيس كوستنج في تلت ساعه، طق 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 خلصنا. فدي تبقى زي كبسوله كده. لكن المحاضره يا مستر انت قصدك هنا ايه؟ محمد راح لف الميدان، رجعنا رحنا، بالمحاضره بتطول. فانت لو بتسمعها لوحدك تروح كسر اللابتوب اللي قدامك. صح، هي فعلا لو حاجه مركزه خاصه ببند معين يبقى يعني كده. انت عارف ايه يعني، انا مش عايز انقل العبء عليا انا، فانتوا تقعدوا مستنيين لحد ما تطلع الفيديوهات. انطلق. لا مش هنستنى يا عمرو. انتوا جيل في الغالب مش هيحضر الفيديوهات دي. انتوا عندكم اسئله يا جماعه، والله الحاجات اللي على جوجل درايف ديت لو استفدتوا بيها هتبقوا دكاتره. انا بقول لكم انا عارف انا حاطط ايه وقايل ايه جوه. ماشي، بتنجز لك حياتك. حتى لو مواضيع ما ذكرتهاش يا مستر. ما ذكرتهاش خالص؟ لا يبقى ده افترا. حاجه ما تعرفش عنها حاجه وتخش تبص على حل الاسئله هتلاقيني ممكن اروح ده طق 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 تقول هو فيه ايه. طب احنا هو فيه فعلا في توبك سهل وفي توبك صعب. صح تمام اكيد قريبه ليك وفي حاجات بعيده عنك، فما ينفعش نوحد الايه، ما ينفعش حاجه تبقى انت مش حاضرها والحاجه دي فيها غتاته يعني مثلا واحد ما حضرش الليز، ما سمعش عن معيار الليز ويخش يحل ليز. طب لو حضر المحاضره مستر، هل بس ما ذاكرش، هل يقدر يخش على الفيديوهات على طول؟ لو فاكر، لو الشخص فاكر حاجه على حسب التوبيك، في توبكس ينفع تخش في حل الاسئله. خلونا نفترض ان كل التوبكس ينفع تخش على حل الاسئله، وانت في وسط حل الاسئله بعد ما انت مر نص ساعه فيديوهات حل، حاسس ان انت مش هينفع كده، اقفل التوبك ده واكتب في الشيت الاكسل بتاعتك ده لازم اتفرج على المحاضره الاصليه. بس ممتاز. صدقوني مفيش حد هيجي حد من بره يقومك انت. طيب. النهارده لو ما نظمتش نفسك وقومت نفسك مفيش حد هيقومك. صح خد الموضوع سيريسلي. والله الواحد وهو بيذاكر زمان والله كانت بتعدي احداث رهيبه ولا كنت اعرف عنها حاجه. قعدت قافل عينيا، ابتديت مذاكره. اول امتحان ليا كان في يناير 2003، اخر امتحان ليا كان في يناير 2006. قبل 2003 دي كنت بذاكر لي حوالي سنتين، سنه منهم سي اس وشويه سي بي اي وبعد كده سي ام اي. ما اعرفش في الفتره دي ايه اللي حصل في الدنيا، ما اعرفش ايه اللي حصل في الدنيا فعلا. ليه هدف واحد قافل عينيا عن كل حاجه،
انت بقى دلوقتي فاتح بقى ما شاء الله الباب بتاعك لكل حاجة، وعايز تاخد سي بي اي واحد او لسه واحد عايز يشترك معايا في الراوند الجاي، اصلا عايز اخلص بعد بكره، وعايز اخد سي بي اي يوم الاثنين الجاي، وعايز اخد ايفرس يوم الثلاث، وهو اصلا مش الوكيت باي الوكيت اي حاجه. الله المستعان. يلا بينا الاحسن، انا لو تعبت كده مش عارف اشرح. يلا بينا. دخلنا في القصه دي. طب اعملوا ستوب للفيديو، اعملوا ستوب للفيديو.